أهلا بكم في قراءة في كتاب صانع الساعات الأعمى تأليف ريتشارد دانكنز قراءة سوشو. نرجو منكم الاشتراك في القناة ونشر الفيديوهات لدعم القناة. حول المؤلف: ولد ريتشارد دانكنز في مدينة نيروبي عام 1941، درس في جامعة أكسفورد، وبعد تخرجه بقي هناك ليعمل على إتمام أطروحة الدكتوراه خاصته مع الإيثولوجي الهامش واحد إيثولوجيست الحائز على جائزة نوبل نيكو تينينبرغن. عمل كأستاذ مساعد في علم الحيوان في جامعة كاليفورنيا في بيركلي من عام 1967 وحتى عام 1969، وفي عام 1970 أصبح محاضرا في علم الحيوان في جامعة أكسفورد وزميلا للكلية الجديدة في جامعة أكسفورد، وفي عام 1995 أصبح أول أستاذ في جامعة أكسفورد ينال لقب أستاذ لفهم الجمهور للعلوم بعد ترشيحه لحمل هذا اللقب من قبل تشارلز سيموني. حقق كتاب ريتشارد دوكنز الأول الجين الأناني 1976، الطبعة الثانية 1989 نجاحا فوريا، وتصدر مبيعات الكتب العالمية وتم ترجمته إلى جميع اللغات الرئيسية. الذي يتبعه الجزء الثاني النمط الظاهري الموسع عام 1982، ومن مؤلفاته التي تصدرت مبيعات الكتب العالمية أيضا صانع الساعات الأعمى وهو هذا الكتاب 1986، بينغوين 1988، النهر الخارج من عدن 1995، الصعود إلى جبل اللا احتمال 1996، بينغوين 1997، تفكيك قوس قزح بينغوين 1999، وحكاية الجد الأعلى 2004. في عام 1987 تلقى ريتشارد دوكنز جائزة الجمعية الملكية للأدب وجائزة لوس أنجلوس تايمز الأدبية عن كتابه صانع الساعات الأعمى، وقد حصل الفيلم السينمائي المبني على الكتاب والذي عرض ضمن سلسلة آفاق على جائزة الخيال العلمي التقنية لأفضل برنامج علمي تلفزيوني لعام 1987، كما حاز دوكنز أيضا على الميدالية الفضية من جمعية الحيوان في لندن لعام 1989، وعلى جائزة مايكل فاراداي من الجامعة الملكية لعام 1990 بسبب تعمقه لفهم الجمهور للعلوم. وفي عام 1994 فاز بجائزة ناكاياما للعلوم الإنسانية، وفي عام 1995 تم منحه شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة سانت أندروز ومن الجامعة الوطنية الأسترالية في كامبيرا. انتخب دوكن زميلا للجمعية الملكية للأدب عام 1997 ونال جائزة الكون الدولية الإهداء إلى والدي توطئة لطبعة عام 2006. طلب مني أن أقدم توطئة جديدة لهذه الطبعة الجديدة من صانع الساعات الأعمى. ظننت أن المهمة ستكون سهلة، كل ما كان علي القيام به هو تعداد الطرق التي يجري أن أعيد صياغة الكتاب فيها، والتي لا بد أنها عديدة، كما لو أنني أعيد كتابة هذا الكتاب من جديد اليوم. وانطلقت بكل حماس أبحث عن الأخطاء والمعلومات المضللة والناقصة والقديمة في كل فصل من فصول هذا الكتاب. كنت أرغب حقا في أن أجدها، فالعلم مهما كانت نقاط الضعف التي يعاني منها ممارسه الفرديون ليس قنوعا في طبيعته، وهو يخدع أولئك الذين يؤمنون بالتطور عبر أسلوب الدحض. ولكن وإن وضعنا التفاصيل جانبا، فإنني وللأسف لم أجد في هذه الفصول أي فرضية علمية رئيسية أود أن أتراجع عنها،
ولم أجد شيئا ليمنحني شعور الرضا الناجم عن تراجعي في الرأي. بالطبع هذا لا يعني أنه ليس هناك المزيد لأضيفه، فيمكنني دوما وبسهولة أن أملأ 10 فصول جديدة كليا حول موضوع التصميم التطوري المذهل، ولكن لندع ذلك لكتاب آخر، وليكن اسم ذلك الكتاب الصعود إلى جبل اللا احتمال، صدر عام 1996. فعلى الرغم من أن كلا الكتابين يشكل كتابا مستقلا بحد ذاته يمكن قراءته بمفرده، إلا أنه من الممكن أيضا النظر إليهما على أنهما استمرار لبعضهما البعض. فالموضوع الرئيسي لكل من الكتابين مختلف عن الآخر تماما، كاختلاف كل فصل من هذا الكتاب عن الفصول الأخرى، إلا أن الفكرة الرئيسية هي نفسها الداروينية والتصميم. ولا أرى مبالغة في قولي أنني لا أعتذر أبدا عن طغيان الداروينية في كتاباتي، فالداروينية موضوع ضخم جدا وليس بوسع أي كاتب أن يحيط بكافة نواحيها مهما بلغ عدد الكتب التي يستطيع كتابتها على مدار حياته. ولست كاتبا علميا محترفا لأرى أنني انتهيت من الكتابة عن التطور ليصبح من المتوقع مني أن ألتفت نحو الفيزياء أو علم الفلك، ومن قال أنه يجر القيام بذلك؟ فالباحث التاريخي قادر وبشكل طبيعي أن يكتب أكثر من كتاب واحد عن التاريخ بدلا من أن ينتقل للكتابة عن الرياضيات أو الكلاسيكية، والطباخ قادر على تأليف كتاب آخر عن منظور جديد في الطبخ استنادا إلى أنه من الأفضل أن يدع الكتابة عن البستنة وفنونها لبستاني محترف. وعلى الرغم من العدد الكبير نسبيا من الكتب المنشورة عن هذين الموضوعين وتفسيرها مرة أخرى، فالداروينية موضوع أضخم من الطبخ أو البستنة. أختص بموضوع الداروينية فهي تؤمن مجالا واسعا لأسخر فيه خبرات حياتي. تشمل الداروينية كل أشكال الحياة البشرية والحيوانية والنباتية والبكتيرية والحياة خارج الكرة الأرضية في حال كنت محقا في الفصل الأخير من هذا الكتاب. فهي تقدم التفسير الوحيد المرضي لوجودنا جميعا ولماذا نحن على ما نحن عليه. إنها حجر الأساس الذي ترتكز عليه جميع التخصصات المعروفة بالعلوم الإنسانية. لا أعني أنه علينا إعادة صياغة التاريخ والنقد الأدبي والقانون في قالب دارويني بحت، على العكس تماما، لكن جميع الأعمال الإنسانية هي نتاج العقل البشري، والعقل البشري هو آلة معالجة بيانات تطورت تدريجيا، وسنكون عرضة لسوء فهم كل تلك الأعمال إذا ما نسينا هذه الحقيقة الأساسية. لو أن عددا أكبر من الأطباء يفهمون الداروينية حقا فلم تكن البشرية لتواجه أزمة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية. وكما قال أحد النقاد، فالتطور الدارويني اقتباس هو أهم حقيقة طبيعية اكتشفها العلم حتى الآن، نهاية الاقتباس، وأضيف بين علامتي اقتباس أو سيكتشفها. لقد ظهرت عدة كتب خلال السنوات 20 الأخيرة منذ أن تم نشر كتاب صانع الساعات الأعمى أول مرة، كتب كنت أود بالتأكيد لو أنني قمت بتأليفها، وكنت بالتأكيد سأعود إليها لو كنت سأبدأ بكتابة هذا الكتاب من جديد. فمن المؤكد أن يؤثر كتاب هيلينا كونن الجميل النملة والطاووس، وكتاب مات ريدلي الواضح جدا الملكة الحمراء، على إعادة كتابة الفصل الذي أتناول فيه الاصطفاء الجنسي. وسيضيف كتاب دانيال دينيت فكرة داروين الخطرة رونقا خاصا لجميع تفسيرات التاريخية والفلسفية، وصراحته المنعشة ستجعل كل الفصول الحساسة في كتابي أكثر شجاعة. أما كتاب مارك ريدلي المهم التطور لأصبح مصدرا مفتوحا ليرشدني أنا وقرائي،
ولربما ألهمني كتاب ستيفن بينكر غريزة اللغة للحديث عن موضوع اللغة من وجهة نظر تطورية لو لم يسبقني هو لذلك. والأمر ذاته ينطبق على الطب الدارويني لولا الكتاب الممتاز الذي كتبه أندولف نيسي وجورج ويليامز حول هذا الموضوع. على الرغم من الاسم الغير موافق في اختياره الناشرين لهذا الكتاب، لماذا نصاب بالمرض؟ لا يزال هناك أولئك الذين يسعون إلى إنكار حقيقة التطور، وهناك علامات مثيرة للقلق حيث أن نفوذهم في ازدياد على الأقل في مناطق محلية من الولايات المتحدة. وبقدر ما لدى هؤلاء المنعزلين من حجج، فإن أغلبها يرتكز على فكرة التصميم، والتي هي أيضا السمة الرئيسية لكتاب صانع الساعات الأعمى. فلهذا الكتاب طموحات أسمى من أن يكون ردا على تلك الحجج، ولكن ذلك لا يمنع أنه بإمكان أي شخص يشعر بميل نحو تصديق حجج المؤمنين بنظرية الخلق أن يجد في هذا الكتاب دحضا حاسما لتلك الحجج، وأعتقد أنه سيجد دحضا كاملا لها. إن هؤلاء الدعاة المناهضين للتطور بإمكانهم الادعاء استنادا إلى أفكار علمية كما يحلو لهم، ولكنهم جميعا مدفوعون دوما بدوافع دينية، حتى ولو حاولوا الحصول على المصداقية من خلال إخفاء تلك الحقيقة، ففي أغلب الحالات يعلمون في أعماق أنفسهم بما عليهم الإيمان به، لأن آباءهم قد نصحوهم بكتاب قديم يخبرهم بما عليهم الإيمان به. فإذا ما تعرض الدليل العلمي الذي يتعلمونه عندما يصبحون بالغين مع ذلك الكتاب، فلا بد أن هناك خطأ ما في ذلك الدليل العلمي. وبذلك فعندما تشير كل طرائق التاريخ الشعاعية الهامش اثنان راديو ماتريك ديتينج إلى أن عمر الأرض يصل إلى آلاف ملايين السنين، فمن الواضح أن هناك خطأ ما بطرائق التاريخ الشعاعية. فكتاب الطفولة المقدس لا يمكن ولا يجوز أن يخطئ. على الرغم من كل ذلك فهناك فسحة للأمل، فعندما نشر كتاب صانع الساعات الأعمى للمرة الأولى أرسلني دار نورتون للنشر في جولة قصيرة عبر البلاد للترويج للكتاب، كما قمت ببعض المداخلات الهاتفية على محطات الراديو، وتم تحذيري من توقع أسئلة عدائية من مستمعين أصوليين، واعترف تطلعت إلى إحراجهم عند الجدال. ما حصل حقا كان أفضل من ذلك، فالمستمعون الذين اتصلوا كانوا مهتمين حقا بموضوع التطور، لم يكونوا عدائيين تجاه الموضوع، لأنهم ببساطة لم يكن لديهم المعرفة به. وبدلا من إحراجهم عند الجدال كانت مهمتي بناءة أكثر تتمثل بتثقيف أولئك الأبرياء. استغرق الأمر بضعة دقائق فقط لأطلعهم على قوة الداروينية كتفسير مقنع للحياة، وانتابني انطباع بأن السبب الوحيد لعدم رؤيتهم إمكانات الداروينية من قبل هو حذف الموضوع بشكل كامل من دراستهم، باستثناء معرفتهم لبعض الهراء الغامض عن القردة بين علامتي اقتباس. لم يكن لديهم أي فكرة عن ماهية الداروينية. هامش اثنان طريقة لتقدير عمر المواد ومنها المستحاثات أيضا اعتمادا على النشاط الإشعاعي للنظائر المشعة نهاية الهامش. ذكرني ذلك بالطالب المبتكر المؤمن بنظرية الخلق الذي تم اختياره صدفة وقبوله في قسم علم الحيوان في جامعة أكسفورد. لقد درس سابقا في كلية أصولية صغيرة في الولايات المتحدة ليتخرج منها شابا بسيطا مؤمنا بنظرية الخلق. عندما التحق بجامعة أكسفورد شجعه البعض على حضور مجموعة محاضرات تتناول موضوع التطور. في النهاية ذهب إلى الأستاذ المحاضر وهو أنا مغمورا بسعادة الاكتشاف، وقال اقتباس يا إلهي هذا التطور إنه منطقي جدا. نهاية الاقتباس بالطبع إنه منطقي على حد التعبير الذي أرسله لي القارئ الأمريكي
تيشيرت اقتباس التطور أعظم أرض على كوكب الأرض اللعبة الوحيدة في البلدة نهاية الاقتباس ريتشارد دوكنز أوكسفورد كانون الثاني 2006 مقدمة الكتاب كتب هذا الكتاب تحت قناعة مفادها أن وجودنا كان يوما أحد أعظم الألغاز على مر التاريخ ولكنه لم يعد لغزا بعد الآن لأن هذا اللغز قد تم حله فقد قام داروين ووالس بحل هذا اللغز على الرغم من أننا سنستمر بإضافة الهوامش للحل الذي وصل إليه لبعض من الوقت ما دفعني لكتابة هذا الكتاب هو أنني فوجئت بأن الكثير من الناس لم يكونوا فقط غير مدركين لهذا الحل الجميل والأنيق لأعمق المشاكل فحسب بل بدوا وبشكل مثير للدهشة في الكثير من الحالات غير مدركين لوجود مشكلة في الأساس المشكلة هي مسألة التصميم المعقد الحاسوب الذي أكتب عليه هذه الكلمات له سعة تخزين معلومات تصل لحوالي 64 كيلو بايت كل بايت واحد يستطيع تخزين حرف واحد من النص هذا الحاسوب تم تصميمه وتصنيعه بشكل واع ودقيق أما الدماغ الذي تفهم من خلاله كلماتي فهي عبارة عن نظام يتآلف من عشرات الملايين من الكيلو عصبونات الهامش ثلاثة كيلو نورونز والعديد من هذه البلايين من الخلايا العصبية لا أكثر من 1000 سلك كهربائي بين علامتي اقتباس مخصص لكل واحد منها ليصلها بالعصبونات الأخرى وبالإضافة إلى ذلك وعلى المستوى الوراثي الجزيئي فإن كل خلية من خلايا الجسم التي يتجاوز عددها التريليون خلية تحوي على معلومات رقمية مشفرة بدقة تفوق ما يحويه حاسوبي من المعلومات إن تركيب الكائنات الحية المعقدة يقابله كفاءة دقيقة في تصميمها الظاهري فإذا كان هناك شخص يرى أن هذا القدر من التصميم المعقد لا يستوجب التفسير فإنني أعلن اليأس منه لكن وبعد التفكير في الموضوع فإنني لا أعلن اليأس لأن أحد أهدافي في هذا الكتاب هو نقل بعض من الروعة البالغة للتعقيد البيولوجي إذا أولئك الذين لم تفتح أعينهم عليه بعد وأنني إذا كنت قد صنعت هذا اللغز فإن هدفي الرئيسي الآخر هو إزالته بتقدير تفسير يحل هذا اللغز إن التفسير فن صعب فيمكن للمرء أن يفسر أمرا بحيث يفهم القارئ كلماته ويمكن للمرء أن يفسر أمرا بحيث يشعر القارئ به في نخاع عظامه ولكي أقدم النوع الثاني من التفسير لا يكفي بعض الأحيان أن أقدم الأدلة للقارئ بشكل علمي خالي يتخلله بعض من العاطفة فأحيانا يتوجب علي أن أخذ دور المحامي وأن أستخدم حيل مهنة المحاماة فهذا الكتاب ليس بحثا علميا مجردا من العواطف هناك الكثير من الكتب الأخرى التي تتناول موضوع الداروينية بطريقة علمية بحتة والعديد منها كتب ممتازة وغنية بالمعلومات ويجب قراءتها بالتزامن مع هذا الكتاب وعلي أن أعترف أن هذا الكتاب وفي بعض الأجزاء منه كتب بعاطفة تثير التعليقات في المجلات العلمية المتخصصة من المؤكد أن هذا الكتاب يهدف إلى منح المعلومات ولكنه يهدف أيضا إلى الإقناع بل وبالتحديد يصبو وبدون أي ادعاء إلى أن يكون مصدر إلهام أريد أن ألهم القارئ برؤية لوجودنا كما يبدو في ظاهره لغزا يقشعر له الفكر وأن أنقل له في الوقت ذاته الإثارة الكامنة وراء حقيقة أن لهذا اللغز حلا رائعا في متناول يدينا بل أبعد من ذلك أريد أن أقنع القارئ بأن نظرة الداروينية العالمية ليست صحيحة فحسب بل إنها هامش ثلاثة الكيلو سابقة تعني 1000 وبالتالي المقصود هنا 1000 عصبون نهاية الهامش النظرية الوحيدة التي يمكنها من حيث المبدأ أن تحل لغز وجودنا وهذا يجعلها نظرية مرضية
بشكل مضاعف. فمن الممكن إثبات أن الداروينية صحيحة، ليس على هذا الكوكب فحسب، بل على امتداد الكون كله أينما وجدت حياة فيه. لكنني من ناحية أنأى بنفسي عن المحامين المحترفين، فالمحامي والسياسي يدفع لهما لكي يمارسا انفعالهما ومهاراتهما في الإقناع لصالح زبون أو قضية قد لا يؤمنا بها. أما أنا فلم أفعل ذلك قط، ولن أفعل ذلك أبدا. قد لا أكون محقا دائما، لكنني أهتم وبشغف شديد بما هو حقيقي ولم يحدث أبدا. أن قلت شيئا لم أكن مؤمنا بأنه صحيح. أتذكر شعوري بالانصعاق من زيارتي لجمعية المناظرة في جامعة لكي أتناظر مع أشخاص يؤمنون بنظرية الخلق. ففي العشاء الذي تلى المناظرة أجلست بجانب شابة كانت قد ألقت خطابا قويا لصالح نظرية الخلق، وكان من الواضح أنها لا يمكن أن تكون مؤمنة بنظرية الخلق. فسألتها أن تخبرني بصدق لماذا قامت بهذا الفعل، فأقرت بأريحية أنها وبكل بساطة تقوم بتمرين لمعرفة قدراتها في المناظرة، وأنها قد وجدت الدفاع عن موقف لا تؤمن به أكثر تحديا. فعلى ما يبدو أنه من الممارسات الشائعة في جمعيات المناظرة في الجامعات أن يتم إخبار المتحدثين عن الجهة التي عليهم أن يتحدثوا بالنيابة عنها، فمعتقداتهم الخاصة لا دخل لها في هذا الأمر. لقد قطعت مسافة طويلة لأقوم بهذه المهمة الغير مريحة، مهمة مخاطبة الجمهور، لأني كنت مؤمنا بحقيقة القضية التي طلب مني عرضها والحديث عنها. وعندما اكتشفت أن أفراد الجمعية استخدموا القضية كأداة يلعبون فيها في مباريات المناظرة، عقدت عزمي على أن أرفض أي دعوة مستقبلية من جمعيات المناظرة التي تشجع على الدفاع غير الصادق عن قضايا تكون فيها الحقائق العلمية موضع الرهان. ملاحظة من عندي، رغم أني أقر برأي ريتشارد داكنز، لكنني أيضا أرى أن في هذه الممارسة تدريبا جيدا على معرفة الرأي المخالف. يقول المؤلف: لأسباب ليست واضحة بشكل كامل بالنسبة لي، يبدو أن الداروينية بحاجة أكثر للدفاع عنها من الحقائق العلمية التي رسخت بشكل مشابه في الفروع الأخرى من العلوم. فالعديد منا لا يفقه شيئا حول نظرية الكم أو نظرية أينشتاين حول النسبية الخاصة والعامة، ولكن هذا بحد ذاته لا يقودنا نحو معارضة تلك النظريات. والداروينية على عكس الأينشتاينية تبدو هدفا مشروعا لأي ناقد مهما بلغت درجة جهله. افترض أن أحد المتاعب التي تواجه الداروينية هي، وكما أشار جاك مونود، أن الجميع يظن أنه يفهمها. إنها في الواقع نظرية غاية في البساطة، طفولية إذا ما قمنا بمقارنتها مع كل ما في الفيزياء والرياضيات من محتوى علمي. ففي جوهرها جل فكرتها أن التكاثر غير العشوائي عند وجود تباين وراثي له آثار بعيدة المدى إذا أتيح له الوقت لكي يتراكم. لكن لدينا من الدلائل ما يكفي لكي نؤمن بأن هذه البساطة مخادعة. فدعونا لا ننسى أنه على الرغم من بساطتها الظاهرية، فهي لم تخطر على بال أحد قبل داروين ووالس في منتصف القرن التاسع عشر. بعد 200 عام تقريبا من إصدار كتاب نيوتن الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية، وبعد أكثر من 2000 عام على قيام إيراتوستينس بقياس للأرض، كيف يمكن لفكرة بهذه البساطة أن تبقى لزمن طويل هكذا دون أن تخطر على بال مفكرين من أمثال نيوتن وغاليليو وديكارت ولايبنيتس وهيوم وأرسطو؟ لماذا كان عليها أن تنتظر عالمي الأحياء من العصر الفكتوري؟ ما كان الخطب بالفلاسفة وعلماء الرياضيات الذين غفلوا عنها؟ وكيف يمكن لفكرة قوية لهذه الدرجة أن تبقى لحد كبير غير مستوعبة في الوعي العام؟
يكاد يبدو الأمر كما لو أن الدماغ البشري قد صمم بشكل خاص لكي يسيء فهم الداروينية وإيجاد صعوبة في تصديقها. لنأخذ على سبيل المثال مسألة الصدفة بين علامتي اقتباس، والتي غالبا ما توصف بشكل درامي على أنها صدفة عمياء. فالغالبية العظمى من الذين يهاجمون الداروينية يقفزون بحماس غير لائق إلى الفكرة الخاطئة بأنها لا تحوي إلا على الصدفة العشوائية، وبما أن تركيب الأجسام الحية المعقدة يجسد نقيض الصدفة بشكل تام، فإذا اعتقد المرء أن الداروينية هي معادل الصدفة فمن الواضح أنه سيجد دحض الداروينية أمرا سهلا، وستكون إحدى مهام دحض هذه الأسطورة التي يؤمن بها الكثيرون بحماس، ألا وهي أن الداروينية نظرية صدفة بين علامتي اقتباس. هناك أيضا طريقة أخرى يبدو أنها تجعلنا عرضة لعدم تصديق الداروينية، هي أن أدمغتنا مصممة للتعامل مع الأحداث على مقاييس زمنية تختلف بشكل جذري عن تلك التي تميز التغير التطوري. نحن مجهزون لإدراك العمليات التي تستغرق ثواني أو دقائق أو سنوات أو في أقصى الحالات عقودا لتكتمل، والداروينية هي نظرية عمليات تراكمية غاية في البطء والتي قد تستغرق ما بين آلاف وملايين العقود لكي تكتمل. وكل الأحكام التي نطلقها بناء على حدسنا عما هو ممكن تثبت في النهاية أنها خاطئة بقدر مكبر بشكل كثير. فجهازنا للشك والنظرية الذاتية للاحتمال على الرغم من حسن ضبطه يخطئ هدفه بهامش ضخم، لأنه مضبوط ولسخرية القدر من قبل التطور بحد ذاته ليعمل ضمن إطار حياة تمتد لبضعة عقود. يتطلب الأمر جهدا معتبرا من المخيلة للهروب من سجن المقياس الزمني المألوف، جهد سأحاول أن أساعده. والجانب الثالث الذي يجعل أدمغتنا تبدو معرضة لمقاومة الداروينية ينبع من نجاحنا الكبير كمصممين مبدعين. فعالمنا تطغو عليه روائع أعمال هندسية وفنية، ونحن معتادون بشكل كامل على فكرة أن التعقيد الأنيق يشير إلى تصميم بارع ومتعمد. وعلى الأرجح هذا هو السبب الأقوى وراء الإيمان بشكل ما من أشكال الألوهية الخارقة للطبيعة، والذي حملته أغلب الشعوب التي عاشت على وجه الأرض. تطلب الأمر من داروين ووالس قفزة كبيرة من الخيال لكي يروا، وعلى النقيض من كل حدس، أن هناك طريقا آخر، طريق حالم تفهمه لكي يصبح طريقا أكثر معقولية، حيث ينشأ بين علامتي اقتباس التصميم المعقد من البساطة البدائية. كانت قفزة خيال كبيرة لدرجة أنه لهذا اليوم هناك أشخاص عديد لا يزالون يبدون غير مستعدين لأخذها. والهدف الرئيسي من هذا الكتاب هو مساعدة القارئ على القيام بهذه القفزة. من الطبيعي أن يرغب الكتاب في أن يكون لكتبهم أثر دائم بدلا من أن يكون لهم أثر سريع الزوال، لكن أي محامي يجب عليه بالإضافة إلى إثبات الجزء الخالد من قضيته أن يرد على محامي الآراء المعارضة أو التي تبدو معارضة. وثمة خطورة في أن تبدو هذه الجدالات مهما بلغت حدتها هذه الأيام متخلفة جدا في العقود المقبلة. والمفارقة التي غالبا ما تتم ملاحظتها هي أن الطبعة الأولى من أصل الأنواع تقدم حجة أكثر إقناعا من الطبعة السادسة، وهذا يعود إلى أن داروين شعر أنه ملزم بالرد في الطبعات اللاحقة من كتابه على النقد المعاصر للطبعة الأولى، نقد يبدو في هذه الأيام متخلفا جدا لدرجة أن الردود عليه هي مجرد عائق في طريق الكتاب وفي بعض الأحيان مضللة حتى. وعلى الرغم من ذلك فإن إغراء عدم الرد على الانتقادات المعاصرة السائدة والتي يشك المرء في أنها لن تدوم طويلا هو إغراء لا يجوز الانجرار خلفه لأسباب تتعلق بالكياسة، وليس اتجاه الناقدين فحسب بل اتجاه قرائهم الذين سيصابون بالارتباك من جراء ذلك.
ومع أنني لدي أفكاري الخاصة حول أي فصول من كتابي ستصبح في نهاية الأمر ذو أثر زائل نتيجة لذلك، فإنني أترك ذلك للقارئ وللزمن. يؤسفني أن بعض السيدات من صديقاتي بين قوسين لسن كثيرات لحسن الحظ ينظرن إلى استخدام الضمير الغائب المذكر وكأنه محاولة لإلغائهن، ولكن إن كان لابد من القيام بأي إلغاء بين قوسين لحسن الحظ ليس هناك أي دع، فأظن سأقوم بإلغاء الرجال. ولكن عندما عمدت بشكل مؤقت إلى الإشارة إلى القارئ باستخدام الضمير هي، شجبتني إحدى النسويات لتنازلي المتعالي. كان يجدر بي أن أقول هو أو هي وله أو لها، من السهل القيام بذلك إذا تجاهل المرء اللغة، ولكن إذا قام المرء بتجاهل اللغة فهو غير جدير بقراء من أي جنسين. هنا عدت إلى العرف الطبيعي لضمائر اللغة الإنجليزية، قد أشير إلى القارئ مستخدما الضمير هو، لكن لا أفكر بأن قرائي هم ذكور بالتحديد، أكثر مما يظن متحدث باللغة الفرنسية أن الطاولة مؤنثة، وفي الحقيقة أفكر فعلا في قرائي كإناث في أغلب الأوقات، لكن هذا شأني الخاص، وأكره أن أفكر أن اعتبارات مثل هذه تتعارض مع الطريقة التي أستخدم بها لغتي الأم. ومن الأمور الشخصية أيضا بعض الأسباب التي تدفعني للشعور بالامتنان، وسيفهمني أولئك الذين لا أستطيع أن أوفيهم حقهم. لم يروا ناشرو كتابي مانعا من الاطلاع على هويات محكميهم قوس مفتوح وليس مراجعيهم. المراجعون الحقيقيون الكثير منهم أمريكيون تحت سن 40 ينتقدون الكتب فقط بعد نشرها عندما يصبح الوقت متأخرا إلى حد كبير لكي يقوم المؤلف بأي شيء حيال هذا الشأن قوس مغلق. وقد استفدت بشكل كبير من اقتراحات جون كريبس مرة أخرى، وجون ديورنت، وغراهام جيرن سميث، وجيفري ليفنتون، ومايكل روس، وأنثوني هالم، وديفيد باي. وقد تفضل ريتشارد غريغوري بنقد الفصل 12، وقد استفادت النسخة النهائية من حذفه بشكل نهائي. أما مارك ريدلي وآلان غريفن اللذين لم يعودا رسميا من طلابي، فهم بالإضافة إلى بيل هاملتون يشكلون الأنوار الرئيسية من مجموعة الزملاء التي أتناقش معها حول التطور، والتي أستفيد يوميا من أفكارها. أما باميلا ويلز وبيتر أتكنز وجون دوكنز قد قاموا بنقد عدة فصول بشكل أفادني كثيرا، وقد قامت سارة بوني بالعديد من التحسينات، وقد صحح جون غريفن خطأ كبيرا، وقام آلان غريفن وويل أتكنز بتقديم المشورة لي فيما يتعلق بمشاكل الحاسوب، وقد تفضلت وحدة شركة أبل ماكنتوش في قسم علوم الحيوان بالسماح لي باستخدام طابعاتهم لطباعة البايومورفات بايومورفس الهامش 4. يقول المؤلف ومرة أخرى، لقد استفدت من الطريقة الديناميكية الدؤوبة التي ينهض بها مايكل رودجرز بالأعباء كلها، وهو الآن يعمل في لونغمان. هو وماري كونن التي تعمل في نورتون قاما وبكل مهارة بالضغط على دواسة الوقود بين قوسين لروحي المعنوية، ودواسة المكابح بين قوسين لحسي الفكاهي عندما كان الأمر يستلزم أيا منهما. وقد كتبت جزءا من هذا الكتاب خلال إجازة تفرغ علمي تفضل في منحها لي قسم علوم الحيوان والكلية الجديدة. أخيرا، هناك دين كان علي الاعتراف به في كتبي السابقة، فأنا مدين لنظام جامعة أوكسفورد التعليمي وطلابي الكثيرين في علم الحيوان على مدار السنوات، الذين ساعدوني لممارسة الفنون القديدة التي في حوزتي في فن التفسير الصعب. ريتشارد دوكنز، أوكسفورد، 1986. الهامش 4 أشكال يتم رسمها من قبل الحاسوب،
وهي تتصف بالحيوية، وقد استخدمها الكاتب كأشكال توضيحية في هذا الكتاب. نهاية الهامش.